للإعلان عن تفاصيل مؤتمرها الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، عقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر مؤتمرا تحدث فيه عن مؤتمر جامعة الأزهر والذي سيحمل عنوان تغير المناخ التحديات والمواجهة، وقال بأن المؤتمر جاء بعد توقف دام لعامين بسبب أزمة كورونا، إذ كانت الجامعة حريصة على تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي. أحب أن أبين بعض عناوين الجلسات النقاشية لندرك أهمية هذا المؤتمر على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. الجلسات النقاشية تتناول ما يأتي: دور القيادات الدينية والروحية في قضايا التغيرات المناخية، رؤية الدولة المصرية لمجابهة التغيرات المناخية والاستعداد للقمة العالمية للمناخ 27، دور المؤسسات المجتمعية المدنية المصرية في مجابهة النوازل والكوارث المترتبة على التغيرات المناخية، دور الشباب في مصر وإفريقيا في دعم النظم البيئية ومقاومة التغيرات المناخية، دور الدول في قضايا التغيرات المناخية، دور المؤسسات الدولية في قضايا التغيرات المناخية، دور الإعلام والشخصيات العامة والمشاهير والفن في دعم قضايا البيئة ومواجهة التغيرات المناخية. طبعا بالنسبة للأبحاث، زادت الأبحاث المقدمة على 200 بحث، وتم اختيار 80 بحثا للمشاركة في هذا المؤتمر العلمي الدولي الثالث لجامعة الأزهر. والبحوث المقدمة من داخل جامعة الأزهر ومن خارج الجامعة داخل مصر ومن خارج مصر أيضا، لأن هذا المؤتمر كما قلت يعد تقدمة للمؤتمر الدولي الذي تعقده الأمم المتحدة، وستشرف مصر إن شاء الله في العام القادم باستضافة هذا المؤتمر. We'll be right back.